معانا النجم الشاب كريم قاسم. مين دول بقى؟ مش عارف، انا قاعد ببص لنفسي اذا انا كنت برص قوي في نفسي بشعري. انت في الحقيقه في الحياه مهتم بالمزيكا يا كريم؟ هو كان بيعمل بيلد اب كده وبيتكلموا ايه هناك في لوكسمبرجش؟ معرفش. محمود الليسي مش المغني، الممثل. انا شاب عادي ما فيش حاجه مميزه، خريج تجاره عشان مجموعي ما جابش هندسه عادي. عمو انت بتاع اللي انت ازاي تعمل كده في صحبه؟ حد يسيب الحلو ده ويروح للحلو ده. في كتاب جديد هيصدر اسمه حول مصر في 60 يوم. هنعمل مناسباتنا كلها الرسميه في اماكن سياحيه اثريه. رحنا بقى جربنا الفيوم بطريقه تانية اللي هي الطريقه الريلاكسنج. ايه يا ابني انت تايه ولا ايه؟ قلت لها لا، هو المتحف ده مفتوح. معكم منى الشاذلي الليله الساعه 9 مساء على CBC.